بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. السؤال: لماذا نكثر من ذكر الله؟ هل هناك فائدة في الدنيا قبل الآخرة؟ كلنا يعلم أن ذكر الله له أجر عظيم في الآخرة بعد الموت، ولكن في الحياة الدنيا هل هناك فوائد طبية أو نفسية؟ دعونا نتأمل. دراسة علمية أجرتها جامعة ولاية الميسيسيبي الأمريكية يؤكد فيها الباحثون أن الإيمان بالله أفضل بالنسبة لصحة الطفل. هذه الدراسة أجريت على بحدود 16,000 طفل، وأظهرت أن سلوك الطفل في البيئة المتدينة أفضل بكثير من سلوك الطفل في البيئة الإلحادية. إن الدراسة الدقيقة لدماغ الطفل تبين أنه مبرمج على الإيمان بالله منذ ولادته، ولذلك فإن الطفل الذي ينشأ في بيئة دينية لا يعاني من أي تناقض في شخصيته، بينما نجد الطفل المسكين الذي يلقنه أهله الإلحاد يعيش بقية حياته في صراع بين الفطرة السليمة التي فطره الله عليها وهي الإيمان بالله، وبين التعليمات الخاطئة التي اكتسبها من بيئته والتي تنكر وجود الله. هنا أيها الأحبة نجد حديثا نبويا عظيما جدا يقول فيه صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. والله تعالى أيضا يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم.